ايوه حبيبتي، الاستوديو وقع علينا واحنا بنصور الاغنيه، وتقريبا كلهم ماتوا وشكلها حصلهم. خلي بالك على نفسك، دي اخر مكالمه بينا. تليفوني ضاع في الحادثه، ما لقيتش غير تليفون مروه اكلمك منه. مروه مين يا حبيبي؟ مروه مين انت؟ ده بجد؟ اشتريت كتاب اسمه كيف تفهم حواء، قلت هعرف منه ايه في دماغها جوه. حواء في كل الجنسيات بجد تركيبة واحدة، لو هنسمي في مسميات احنا احنا نفس الكلام، وبيتردد بيتردد، واحنا عايشين مساكين بنجيب في هدايا ونسدد ونسدد. وبعد ما كان نفسي في واحدة تفهمني من غير ما تكلم ما تكلم، بقيت ادعي الاقي واحدة تفهمني اصلا وانا بتكلم بتكلم. ملاك شيطان والله تعبت لما تعاملها كده انت وحاصك في اللي ساعتها بقى ماسك الشفت. وديتها مرة للدكتور، دكتور دقيقة ونبقى عندك. سألها مالك؟ قالت له مالي، ما انت لو مهتم كنت عرفت الوحدة. حاصين مش فاهمين نفس الكلام، مساكين بنجيب في هدايا ونسدد ونسدد. وبعد ما كان نفسي في واحدة تفهمني من غير ما تكلم ما تكلم، بقيت ادعي الاقي واحدة تفهمني اصلا وانا بتكلم.